هروح على المشوار، ويمكن نفتتح مع بعض المشوار بانه يفرق معاك انه الممثل يبقى جاهز لتنفيذ. يعني مثلا محمد رمضان معروف ان هو فت وعنده فيزيكال فيتنس عالي، بيحب دايما يبقى في عنده مشاهد اكشن في اعماله الى اخره، ده بيسهل عليك ولا بيصعب عليك المهمه؟ الحته دي مهمه جدا فعلا. في ممثلين ساعات بيبقوا ما تاخدوش تجربه ان هم يتحطوا في حته الاكشن او حته ان مثلا يركب له مثلا فيوز الدم، فبيبقى متوتر جدا، هو مش متخيل ان في حاجه هتطرقع في جسمه، مش قادر يستوعب ان في حاجه بتحصل، في ان في جزء من جسمه هيضرب فيه صوت عالي وهيخرج دم من جسمه، فهو مش متخيل ان هو هيبقى يطلع منها سليم. مع انها سيفتي 100%. حلو. بس في قابلت طبعا في فنانين حصل دوم من كتر توترهم انا كنت باخد كات في المشهد عشان اقدر اسيطر عليه، لان هو خارج اطار السيطره، وشه بصفر. طب انا عايزك تحكي لي على الحته دي، بس الاول عايزك تحكي لي المشهد ده بقى كان على ايه، او اشرحه لي. يعني ده كان استاذ محمد رمضان كان في جنينه الحيوانات، ساعه ما كان دافن الاثار وكده، وكان هو ودي استاذه دينا، وكانوا قاعدين في بيستخبوا، يعني كان في مكان كده هيباتوا فيه اللي هو جوه الجزيره اللي جوه دي الكهف. بس الفكره ان انا هنا عملت حاجه زي فوج او دخان، المفروض الفوج دوت بيحاول يصحح الصوره او بيخلي الصوره حلوه مع الافكت بتاع المغاره، يدي لك المزيد من السسبنس، نوع من الاثاره كده والغموض في المكان الفوق دوت. وطبعا زي ما حضرتك شايفه مع اللايتنج فرق كتير قوي. طب ده بيبقى طلب المخرج، يقول لك مثلا والله يا رامي احنا عايزين كذا كذا كذا، ده تصوره. انت بتنفذه زي مثلا امتى تقول انا هزود فوج، انا هقلل، انا عايز ده باللينك تبقى مع المصور، مع مدير التصوير، لان هو اللي بيظبط معايا على الفريم الفوج او السموك داخل بكميه قد ايه من هنا او من هنا. فبنحاول نعمل تيست الاول، بعد كده بنوزع بالشكل اللي حضرتك شايفه دوت.